نجدد التحية واللغة من جديد في استمرارية انطلاقات أشواطية هذا المساء. يسير وينطلق شوطنا السادس عشر الذي خصص للزمول المهجنات إلى سايل، شوط الختام وشوط الوداع في هذه الأمسية. نسير إلى المقدمة هلولة إلى المركز الأول، وهنا يتقدم على الصدارة الأولى. يأتي وبران لسالم بن سيف بن راشد الشامسي على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما نغلتنا إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني يتقدم راهي خليفة بن سعيد بن خليفة الحميري مع المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. وفي المركز الثالث هنا مروع سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري يتقدم على ثالث المراكز، بينما في المركز الرابع. وفي المركز الرابع هذا الآن مياس لمحمد بن مطر بن معيوف الافتيبي ياتي على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز عندنا الآن اللي هو مشاهدينا الكرام الواصل لغانم بن علي بن حمود الظاهري ياتي ليحتل المركز الخامس وسادس المراكز. هذا هو شهب غدير بن سيف بن غدير العرياني على مستوى المركز السادس، بينما في المركز السابع هنا همام سالم بن حمد بن نصره العامري على مستوى المركز السابع ينطلق، بينما في المركز الثامن وياتي زناد محمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم على مستوى المركز الثامن وتاسع المراكز. هذا هو مداهم خميس بن خليفة بن خميس الخيالي، وعاشر المراكز يأتي له سمهوي سالم بن مايد بن سالم الاكتبي على مستوى المركز العاشر. هكذا مشاهدين الأعزاء نتيجتنا ولدائنا للعشر المراكز الأولى، وهنا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات اللي سيطرت منذ بداية الانطلاقة على الكادر الإعلامي، بينما أسامي خلف الكادر الإعلامي قادمة بقوة لتبحث عن التألق والفوز والانتصار في مسيرة هذا الشوط. عودة من جديد إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة إلى البداية، وهذا هو راهي اللي على مقدمة الشوط يقدم هذه الانطلاقة، يتقدم على البداية الأولى. ياتي هنا خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري في مقدمة هذا الشوط وعلى البداية الأولى، بينما نغلتنا إلى المركز الثاني. وفي المركز الثاني الواصل بالشعار الاقتصادي يتقدم محمد بن غانم بن علي بن حمود المتابع لهذا الشعار وانطلاقاته وإنجازاته أينما يكون وأينما يدور، وسلالته ايضا الواصله صاحبه التاريخ والسيوف والانجازات الغويه هذه الان، وعملاقه هذا الشعار متواجده لتقدم ليتقدم لنا الواصل، بينما في المركز الثالث هنا وبران سالم بن سيف بن راشد الشامسي ياتي على المركز الثالث، بينما في رابع المراكز مياس يتقدم لمحمد بن مطر بن معيوف الاكتبي، بينما في المركز الخامس وفي المرتبه الخامسه متواجد هنا شهب ياتي وغدير بن سيف بن غدير العرياني، ياتي العرياني حق شبابنا الناشئين اللي يقدمون هذه الانطلاقات في هذا المساء الجميل، بينما في المركز السادس ياتي هنا ويتقدم اللي هو ايضا جلد اما ايضا متابعينا الكرام
يتقدم زناد نعم لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدياتي الآن على مستوى المركز السادس بينما في سابع المراكز دخول من الوسمي سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم على المركز السابع وثامن المراكز اللي غادم اللي يتقدم في هذه اللحظات هذا هو البرفسور بدر بن حميد بن محمد الزرعي وعاشر المراكز عندنا السليماني لراشد بن سرداح بن عبيد الكتبي يتقدم على مستوى المركز العاشر هذه هي نتيجتنا والدائرة الثاني يكتمل لحضراتكم اللي تشاهدونا في هذه الليلة عبر قناة دبي ريسنج المتابعة لكل صغيرة وكبيرة ولكل الانطلاقات التي تجري هنا على أرضية ميدان المرموم أحد الميادين الشهيرة في الخليج اللي يتابعونها دائما ويأخذون الجديد مع ملاك الأصايل عودة إلى المقدمة عودة إلى الواصل إلى الواصل وهذا هو الواصل وانتاج الواصل في مقدمة الشوط وفي المقدمة وفي المركز الأول ياتيون الواصل محمد بن غارب بن علي بن حمود الظاهري ركز يا أبو غانم ركز مع هذه الانطلاقة وهذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات يبيلها التكتيك وتركيز عالي وأعصاب راكدة من خلال هذه التحديات المركز الثاني من الجانب الآخر ياتي هنا الوسمي سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي يتقدم على المركز الثاني أما في المركز الثاني الثالث اللي يتقدم هذا هو راهي خليفة بن سعيد بن عبيد الحميري هل الخواريج غادمين لهذه المعركة وهذا الحضور المسائي بينما ناخذ اللي على المركز الرابع المركز الرابع عندنا مداهم بدر بن حميد بن محمد بن سالم الزرعي يتقدم على مستوى المركز الرابع المركز الخامس هذا شهب يتقدم بشعار غدير بن سيف بن غدير العرياني واصلا على مستوى المركز الخامس وسادس المراكز راغب اللي بدأ يزيد من السرعة في هذه اللحظة ويتسلل البرفسور لبدر بن حميد بن محمد الزرعي في هذه اللحظات على مستوى المركز السادس يتسلل المركز السابع بن غالب المنصور يتقدم مروع سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري بينما في ثامن المراكز عند الأزراد ياتي محمد بن سلطان بن رشيد السويدي بو سلطان متواجد في هذه الانطلاقة وعاشر المراكز ياتي هنا السليماني راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي يتقدم على المركز العاشر هذه هي مراكزنا وهكذا النداء الثالث يكتمل لي أيضا مشاهدين الأعزاء اللي يتابعونا ولكن منطقة حزام الغابات اللي نذكر بها كل المضمرين للاستعداد أيضا لجولة الأوامر والتحدي والمنافسة والتألق عودة إلى مقدمة الشوط عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول اللي تسلل وخذ البداية هذا هو بن ثعلوب يقدم الوسمي وسقاك الوسمي اللي على المقدمة الأولى ياتي ويتقدم سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي من المصانع الجنوبية من القوع اللي يبحث عن الفوز وعن التألق ونقول لك ركز يا بن حمود ركز في هذه الانطلاقة والآن بدينا نتجه نحو الفوز ونحو الانتصار ولكن هنا في المركز الثاني الواصل وقول للقمري خل تركيزك عالي على الواصل بأن أمه صاحبة إنجازات قوية وتاريخ مشرف لها وشعار لا يستهان به شعار سجل تاريخ منذ أعوام قديمة وحتى الآن لا زال هو معانقة
خلال الانتصارات محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهر الشعار الاقتصادي الكبير، بينما في المركز الثالث مداهم خميس بن خليفة بن خميس الخيالي مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا الآن راهي يتقدم خليفة بن سعيد بن خليفة الحميري وخامس المراكز هل الوثبة غادبين. بن غالب المنصوري يقدم مشاهدين الأعزاء مروع، سلطان بن غالب المنصوري مع المستوى المركز الخامس وسادس المراكز. اللي غادم البرفسور بدر بن حميد بن محمد الزرعي، اللحظات اللي نذكر بها كل المضمرين وين واصلين يا راعي مصيحة، وصلنا موقع الإعلان 1200 يا هال الزمول. المحليات الشوط وين؟ الشوط وين؟ الإثارة أهل القوع هم الأقرب الآن على الفوز وعلى الانتصار. يتقدم الوسمي سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي على المقدمة وعلى المركز الأول، لكن مداهم مع الخيالي خميس بن خليفة الخيالي اللي واصلنا على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث مروح سلطان بن غالب المنصوري يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع البرفسور قادم بدر بن حميد بن سالم الزرعي. المركز الخامس راغب الآن، راغب اللي قادم هنا همام 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 سالم بن حمد بن نصر العامري واصل بقوة، ولكن الأزلاد قادم سلطان بن أو محمد بن سلطان بن رشيد يصل في هذه الانطلاقة، ولكن جولة الأوامر الأخيرة بدأ هدير الزمول وراح الوسمي وسلالة الوسمي الماركة الهملولية في جينات هملول بسم الله وما شاء الله وتبارك الله. سلام لهالي القوع، شوف المخزون الاحتياطي وراعي مصيحة ما شاء الله يركز مع هذه الإثارة مع هذه المنافس اللي يتابعها. سلام إلى القوع، سلام لسعيد بن حمود الدرعي بن ثعلوب اللي فاز بناموس الشوط. سلام إلى أهل القوع، إلى أهل الرقاعات، اسعدوا مساء على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا لسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي على فوز الوسمي وتألقه، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام اللي هو البرفسور بدر بن حميد بن سالم الزرعي. المركز الثالث وصل اللي هو همام سالم بن حمد بن نصر العامري، والمركز الرابع اللي وصلنا مشاهدينا الكرام اللي هو ايضا اللي وصلنا على المركز الرابع شاهين عتيبة بن سالم نايل الشامسي، والمركز الخامس كان الوصول من مروع سلطان بن غالب المنصوري. عودة للتوقيت الزمني، ساعة وصول الوسمي لخط نهاية ب 13 دقيقة جزء ايضا 13 دقيقة وثانية واربعة اجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي وسلام لاهل القوع سلام. بينما في المركز الثاني اللي وصل مشاهدينا الكرام المركز الثاني اللي وصل فيه مشاهدينا الكرام البرفسور ب 13 دقيقة 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لبدر بن حميد بن سالم الزرعي. المركز الثالث اللي وصلنا مشاهدينا الكرام لحظة وصوله إلى خط النهاية همام 13 دقيقة 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن حمد بن نصر العامري، تهانينا وناموس للجميع.